الأخوة السلام عليكم. المتاعب والمصائب والمشاكل ديال عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأسرة والمعاصرة ووزير العدل في الحكومة ديال عزيز أخنوش ما بغاش تسالى وما كيجي فين يحاول يبردها حتى كتشعل عليه من جديد. والسبب هو لسانه، هو اللي دارها ليه، ما دارها ليه حتى واحد، أو دارها بيه يعني لسانه، بحال ما كاينش الفرق، واخا اللسان ما فيه عظم. اخر الاخبار كتقول بانه هو من بعد الفضيحه المدويه ديال نتائج امتحان المحاماه اللي خلقات ضجه كبيره غير مسبوقه في البلاد من اسابيع، هذا الفضيحه مازال كتزيد تفرخ في الكثير من المفاجات، ومازال كتخلق في المزيد من المتاعب لوزير العدل عبد اللطيف وهبي. وفي الحقيقه الا بغيتوا الصراحه، هذا وهبي والله ما ظلموا شي واحد، هو اللي كيديرها بيديه، واللي دارها بيديه يفكها بسنيه كيف كانت كتقول جده الله يرحمها. عبد اللطيف وهبي ومن نهار جا للحكومه دخل سخون، ما كيعرف لا توقير ولا احترام ولا لباقه في الكلام، ما كاين غير الاستفزازات والسخريه من عباد الله، واحيانا والتهديدات كاع كيف دار تماما مع المسؤول الجهوي ديال شي مديريه من المديريات ديال الدوله في تارودانت، واللي قال ليه انا عارف لون التقاشر ديالك وكرشك اش فيه. ونسى السيد الوزير وهبي يعرف اش كاين في كروش الحرام والشفاره ديال البلاد، ناهي بالمال العام من الصفقات العموميه وسندات الطلب وغيرها وغيرها. هادو كاع ما بانوا لك السي وهبي، بانوا لك غير التقاشر ديال هذاك السيد. ولكن الوزير ملي بغى يجيب الربح ديال المزيان، هي ملي قال ليهم ولدي باه لاباس عليه مخلص عليه باش يقريه في كندا وعنده جوج ديال الاجازات، هنا شعلت العافيه وناضت القيامه على وهبي، والراسبين والراسبات في امتحان المحاماه عضوا فيه بسنانهم ودروسهم وحلفوا بحلوفهم ما يتفكوا معاه ولا يطلقوا منه حتى يبان الحق ويتم فتح تحقيق قضائي نزيه في هذه الفضيحه ديال نتائج امتحان المحاماه. دابا المطالب ديال الراسبين والراسبات ما بقاتش واقفه فقط في قضيه فتح تحقيق قضائي، الناس وصلوا دابا لاعلى سلطه قضائيه في البلاد وهي محكمه النقد اللي كتبت في الملفات الكبرى وكتصحح اخطاء القضاة في الاحكام الصادره باسم جلاله الملك، وعندها ايضا الكثير والكثير من الصلاحيات الاخرى. هاد الشباب الان يعني الراسبين اللي سقطوا في الامتحانات او سقطوهم بالعاني حيث هما كيسميو ريوسهم بالمرصبين في امتحان المحاماه، هاد الناس الان قرروا باش يوقفوا البيضه في الطاس مع الوزير، واللي ليها ليها، اعلى سلطه قضائيه في البلاد هي اللي خاصها الان تقول الكلمه ديالها وتقول الراي الخاص في مهزله امتحان المحاماه. راسبون وراسبات في الامتحان تجمعوا واتفقوا مع بعضياتهم وتوجهوا نهار الجمعه الاخير مباشره الى مقر محكمه النقد، وحطوا شكايه جماعيه لدى الوكيل العام للملك لدى محكمه النقد بالرباط كيطالبوا فيها بفتح تحقيق نزيه في نتائج الامتحان. الشكايه تفصلات في مجموعه من الملاحظات او الاختلالات اللي سجلوها بشان الطريقه اللي تم بها هذا الامتحان المثير للجدل واللي فيه الكثير والكثير من الغموض، وثالث ايضا يعني النتائج الكثير من القيل والقال عند المغاربه وما شاب الاعلان من النتائج من عيوب توحي بوجود زبونيه ومحسوبيه وتضارب للمصالح، في اشاره الى وجود اسماء مسؤولين بارزين بالوزاره سمح لهم باجتياز الامتحان وتمكنوا ايضا من النجاح. وهنا موقع اشكال المغربي خذ تصريح من عدد من الطلبه اللي حطوا الشكايه واللي كيوضحوا فيها العديد من النقاط، نسمعوا لبعض المقتطفات منه لكل غايه مفيده. السلام عليكم. اليوم التنسيقيه الوطنيه لضحايا امتحان المحاماه ومجموعه من المرصبين عزموا ان يضعوا شكايه جماعيه لدى محكمه النقد ضد مجموعة من الخروقات التي شابت امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة، وكذلك النتائج المشبوهة التي كانت تعبيرا مفضوحا عن مجموعة من الخروقات، وكذلك عن التزوير وعن مجموعة من الجرائم المرتكبة
ضد الطلبة المرتبطين. اليوم نحن عازمون بقوة أن نتخذ مجموعة من الخطوات القانونية والقضائية لأن لدينا ثقة في المؤسسات القضائية وفي استقلالية القضاء. لذلك فنحن نمارس حقنا المشروع من أجل إحقاق حق هؤلاء المرسبين الذين ظلموا في هذا الامتحان المجحف في حقهم، كما أننا عازمون على الإقدام على مجموعة من الخطوات التي ستمكننا من الدفاع عن حقوقنا. أهم النقاط اللي كاينة في الشكاية هي المرتبطة بالأفعال الجرمية التي تبعت هذا الامتحان، خصوصا التزوير، زيادة على أن هذا التزوير من خلال إضافة بعض الأسماء، كذلك استبدال بعض أرقام الطلبة الناجحين بآخرين لم يجتازوا الامتحان أو ربما رسبوا، زيادة على أن السيد الوزير خرق قواعد الامتحان وخرق قراراته الوزارية، حيث أنه أن الامتحان من المفروض أن ينجح فيه من حصل على معدل 80 نقطة، في حين أنه أنجح أناسا كانوا مرسبين ولم يصلوا إلى المعدل المطلوب. أما آخر الأخبار وحسب منشورات بعض الصحف الإلكترونية في المغرب، فقد بدأ برلماني وحزب الأصالة والمعاصرة بدورهم، يعني حزب الوزير كينفروا منه تباعا من محيط الأمين العام، حيث يشكي أغلبهم من الطريقة التي يدبر بها وهبي صورة الحزب وما يترتب عنها على مستوى العمل البرلماني. وهذا الشيء كيجي أيضا في الوقت اللي أعلن فيه رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على أن اللجنة غادي تعقد صباح الثلاثاء المقبل اجتماع خاص لدراسة عدد من المواضيع بحضور وزير العدل وهبي، وينتظر أن تتدارس اللجنة طبيعة التدابير المتخذة لتنظيم المباريات داخل القطاع ودراسة التفاعلات الناتجة عن واقعة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة دورة 4 دجنبر 2022 وكيفية تدبيرها والتواصل بشأنها تقدم به الفريق الاشتراكي. كما سيتم خلال هذا الاجتماع دراسة موضوع تفاعل الحكومة مع ردود الفعل الواسعة إزاء امتحان المحاماة ونتائجه تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى ملابسات هذه المباراة وتداعياتها واستراتيجية الحكومة لإصلاح المهنة وتفادي ما يمكن وقوعه. وكان وزير العدل قد دافع مرارا وتكرارا في أكثر من مناسبة عن نزاهة هذا الامتحان، وقال إن عددا من الراسبين تقدموا إلى مصالح الوزارة وتمكنوا من الاطلاع على نتائجهم. وتفجر الجدل أكثر بشأن الامتحان بعدما دافع الوزير وهبي في تصريحات اعتبرت مستفزة عن نجاح ابنه، وقال إن نجاحه مرتبط بدراسته في كندا لأن والده شخص غني. ودعت عدد من الهيئات الحقوقية والجمعوية إلى إلغاء نتائج الامتحان وفتح تحقيق ومحاسبة من يثبت التحقيق تورطه في اختلالات مفترضة أو محتملة. كان معكم محمد البودالي في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخنة. كنت منكم إخواني الدعم هذا المحتوى الهادف باللايك لبارطاش والتعليق حتى هو. كنقول لكم اللايك يعني الإعجاب، أنا اللي أعرف علاش أسيدي باش اليوتيوب يعرف بأن هذا الفيديو عليه الطلب بزاف والناس باغية تستافد من هذا المحتوى، وإذا كيخلي الفيديوهات ديالنا توصل للمزيد من الناس، والتعليق كينشط القناة ويخلي النقاش حول بحال هذه القضايا يتوسع أكثر حول مثل هذه الملفات اللي كنناقشوا في القناة ديالنا. أما البارتاج فكيعني المشاركة، فهذا كيعني أنكم أيها المشاهد كتساهموا معنا من جهتكم في نشر هذا المحتوى الهام وتوصيل الرسالة إلى من يهمهم الأمر. إذا كنت أنا صانع محتوى أنتم هم المعنيين به والأمر كيرجع لكم، ودوركم في المشاركة مهم بزاف. اللايك والتعليق والبارتاج مهمين بزاف لصناع المحتوى الهادف. تحياتي العطيرة لكم جميعا، وإلى قضية أخرى بإذن المولى عز وجل.